بالخير الوفير وبالنماء نمضي أيها الأحباب من خلال فقرات الشروق. شاهدنا الحصاد، مباشرة ننتقل إلى حصاد الأهداف وحصاد النقاط في عالم المستديرة الخضراء. سعداء جدا أحمد أنه يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ الصحفي عبد الرحمن عيدروس. مرحبا بك عبد الرحمن. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. مرحبا بك عبد الرحمن عيدروس. وفي فقرة الرياضة هذا الصباح يمكن دي فقرة بننتظرها كلنا بفارغ الصبر عشان نشوف مجموعة من التحليلات الرياضية، مجموعة من ما يدور خلف الكواليس في زي ما قال اخوي ناجي المستطيل الاخضر. مباشرة لجنة المسابقات تصدر جدول المباريات الممتازة الاسابيع المتبقية. يمكن خلاص انطلق الممتاز. نعم. يوم 16؟ 16. نعم ممتاز. يمكن يعني خلينا نقول لجنة المسابقات وضعت جدول دوري عودة الدوري الممتاز رسميا، وبعد بعد ان تم منح الضوء الاخضر من قبل وزارة الشباب والرياضة الاتحادية والولاية، بالاضافة لقرار وزارة الصحة بعودة النشاط من غير جمهور او يعني من دون جمهور في ما تبقى من مباريات الموسم. الان يمكن يكون لجنة المسابقات الكل يتحدث عن برنامج او خلينا نقول جدول مباريات ضاغط جدا، بعكس انه نعم الكثير من الانديه ممكن قرار عوده النشاط اسلق صدورها نظرا لرهق الصرف اللي كان في الايام الماضيه والمعسكرات وما شابه من صرف جابهته الانديه، لكن الان الاتحاد العام او خلينا الانديه تعول على دعم الاتحاد العام للانديه اللي بالغ 10,000 دولار لكل نادي في الدوري الممتاز. هذا طبعا هذا الدعم فقط ما يخص جائحه كورونا، يعني تم يعني يمكن يكون هذا الدعم جاء من فيفا لخزائن الاتحادات المحليه لدعم الانديه في الدوري الممتاز. لكن خلينا نتحدث بالبرمجه، خلينا نقول البرمجه ضاغطه جدا، برمجه تشكل صعوبه بالغه جدا على انديه الدوري الممتاز، خاصه لما تتكلم عن توقف نشاط دائم لاكثر من 6 أشهر كامله. اخر مباريات كانت يمكن تقريبا يوم 11 مارس من هذا العام، ولو احنا يمكن في شهر 9، فده يمكن يكون يعني وقف طويل جدا لانديه الدوري الممتاز. هذا التوقف الكبير يمكن سيكون مشكله كبيره جدا للانديه، لانه الاجهزه الفنيه يعني يمكن يكون عانت او تعاني خلينا نقول من صحيح. الاعداد نفسه في مباراة الدوري الممتاز، لانه الاعداد خلينا نقول محمد بيتطلب مراحل، يعني المرحله الاولى مرحله الشق البدني والفني والاعداد التكتيكي، فضلا عن دخول في اجواء المباريات الوديه. الان الزمن قصير جدا، الجدول ضاغط جدا، مباراه كل 48 ساعه ستشكل اصابات للاعبين وارهاق كبير، ممكن ان يكون هنالك مشاكل كبيره الانديه ستظهر في الموسم المقبل. نعم، يعني عيدروس 16 انطلاقه الدوري الممتاز، قبلا طبعا لغط كثير جدا هو الذي دار من خلال يعني انطلاقة الموسم الرياضي، وكمان برضو من خلال يعني البرمجة نفسها من خلال لعب المجموعات وكذا. يعني هل الآن الفترة كافية في أنه الأندية تقدر تعيد روحها وتسابق ذاتها وتصل وتبدأ البداية من يوم 16؟ نعم، كما ذكرت لك أخ ناجي، هي الفترة الزمنية بسيطة في إكمال الدوري الممتاز، يعني استكمال الدوري، لكن في نقطة جوهرية أو نقطة مهمة جدا خلينا نتطرق عليها، أنه الدوري الممتاز الآن الاتحاد السوداني لكرة القدم يعرف تماما ويعي أنه إلقاء الدوري الممتاز يترتب عليه مسائل ومشاكل وأزمات كبيرة جدا، لأنه عنده لا يوجد خيارات أمام الاتحاد السوداني لكرة القدم، لأنه إذا كان تم إلقاء الموسم الترتيبات ستكون صعبة جدا، ستشكل أزمة، خاصة لما تعتمد الأندية الأربعة في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه بطولتي الكاف. هذه مشكله كبيره، هل سيعتمد الاتحاد جدول الترتيب الحالي ام سيعود لجدول ترتيب نهايه الدور الاولى او الموسم السابق؟ من الذي سيعتمد؟ يعني يمكن هذه تسكر مشاكل للانديه صحيح. فضلا عن الانديه اللي هتهبط او يمكن هتبقى، فدي كلها مشاكل. اعتماد الروليت الحالي سيشكل صعوبه او خلينا نقول ازمات بالنسبه للانديه، لذلك استكمال الدوري هو الان تعنت واضح من مجلس اداره الاتحاد السوداني لكره القدم، لانه هو بس داير يبعد نفسه من المشاكل ومن الازمات، لكن في النهايه بنجد انه الفتره الزمنيه ضيقه جدا لاستكمال الدوري، حتى اذا كان بمواعيد تسجيلات، حتى اذا كان هناك مد للموسم، لكن ما ننسى انه الاتحاد السوداني لكره القدم مجابه بمواعيد رزمان من الاتحاد الافريقي لكره القدم، اللي عندك زمن محدد مفترض ان تسمي الانديه المشاركه في بطولتي الكاف. نعم، ربما الان فريق الهلال يستعد للدوري الممتاز وعوده عبد المهيمن والفاضل حسين. نعم، يمكن الان لجنه تطبيقنا بنادي الهلال تسير بخطى ثابته، الان هذه اللجنه يمكن وجدت
قبول وجدت تأييد كبير، الآن لديها بيئة عمل جيدة الآن لكي تعمل فيها بكل يعني خلينا نقول بكل شفافية مع جمهور الهلال. كل مكونات الهلالية الآن هي تدعم هذه اللجنة، إذا كان على مستوى التنظيمات، إذا كان على مستوى الأخطاء، وحتى على مستوى الجمهور. لذلك التعيينات الآن هي جاءت يعني يمكن تكون بردا وسلاما على الجميع. الآن الجميع يعني حتى يدعم في قرارات اللي بتصدرها لجنة تطبيع بنادي الهلال. شفنا يعني يمكن من القرارات الأسلقة الصدور هي عودة عبد المهيمن اللمين لدارة الكرة بعد غياب 9 سنوات كاملة من هذا المنصب تماما في نادي الهلال. ايضا عودة الفاضلة يعتبرها من يعني من الشباب ومن الكوادر الهلالية ايضا الجيدة والناشطة في العمل الإداري بنادي الهلال. فضلا عن بداية التدريبات نفسها يمكن صاحبتها او استحبتها خلينا نقول يعني يمكن يكون عودة او إعادة الروح للاعبين اللي الروح كانت مفقودة في الايام الماضية والازمات اللي كانت بجابه نادي الهلال، كان على مستوى المال، اذا كان على مستوى الرواتب والنسريات وما شابه. الان المجلس او خلينا لجنة التطبيع الان نجحت في انه يمكن تصرف الحوافز، تصرف المرتبات، حتى مرتب شهر اغسطس الماضي تم صرفه للاعبين، وتم ايضا وضع حافز اضافي للموظفين والعاملين واللاعبين بنادي الهلال. فهذا من الاشياء اللي بترفع من حماس اللاعبين وبترفع من معنوياتهم لغادم الموعد. نعم عدروس، يعني برضو تماشا مع ذكر النجاحات الكبيرة للجنة التطبيع، يعني كان في اجتماع مهم جدا ما بين لجنة التطبيع والاتحاد العام، هل ده برضو بصف في انه البداية الصحيحة والرؤية الصحيحة للجنة التطبيع؟ نعم، يمكن هي من الأشياء المهمة جدا هي التنسيق التام بين إدارة اتحاد السودان لكرة القدم ولجنة التطبيع، لأنه في النهاية كما ذكر الدكتور كمال شداد في أول لقاء مع لجنة التطبيع ذكر أنه هذه اللجنة محمية من قبل الاتحاد، والاتحاد السوداني يرعى هذه اللجنة. لذلك لا بد من يكون هناك تنسيق تام، يبد أن يكون هناك وضع النقاط، بالإضافة لأنه خلينا نقول أنه حتى يعني كل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالديون، بملف العضوية، بالنظام الأساسي، كل هذه الأشياء في كل اجتماعات لا بد أن يكون هناك اجتماعات متواصلة لوضع الاتحاد السوداني لكرة القدم ووضعه في الصورة تماما بما يحدث داخل نادي الهلال، فضلا عن التسليم والتسلم اللي انتهى الاسبوع المنصرم بين مجلس إدارة الهلال السابق اللي هي كان برئاسة الكاردينال بالإضافة للجنة التطبيع. فبالتالي لابد أن يكون هناك اجتماعات متواصلة لوضع الاتحاد في الصورة. طيب ده كان ما يتعلق بالزي الأزرق، يعني الأزرق. ماذا عن الزي الأحمر؟ يمكن نكون في ما يتعلق عن الزي الأحمر هو عودة ماديبو وعمر عمر علي عبد الله للمجلس الأحمر بعد فك تجميد نشاطهم. تعليقك وقراءة حول هذا الموضوع. نعم، يمكن بالأمس كان اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة نادي المريخ اللي يمكن يمر بهذا المجلس أو هذا النادي يمر بأزمة طاحنة جدا على مستوى مجلس إدارة النادي والأخطاء والجماهير. يمكن شفنا اللغط الكبير اللي دار حول تجميد هذا المجلس أو خلينا شرعيته، لأنه يمكن يكون معظم الضباط 4 الآن كانوا في استقالات وفي قالات وفي أشياء كثيرة مشاكل يمكن ضربت النادي الأحمر من كل الجوانب. لكن بالأمس كان بالأمس الاجتماع مهم جدا في مكتب رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، وأعلنوا عن عودة ماديبو وعمر عبد الله وفك التجميد، بالإضافة لبداية عودة النشاط الرياضي بنادي المريخ والعودة للتدريبات رسميا اليوم السبت، لأنه يمكن يكون المريخ في الفترة الماضية كان بدأ تدريبات لكن توقف عنها بسبب الخطاب اللي كان جاي من لجنة الطوارئ الصحية بإيقاف الدوري الممتاز وخلينا بإلقاء الدوري. لكن الآن المريخ يعني يمكن نقول بعد اجتماع الأمس يسير في الطريق الصحيح، وممكن أن يكون دخل أجواء الاستعدادات والتحضيرات لمباراة الدوري الممتاز. نعم، يعني برضو سودكال يعني بناء على هذا الاجتماع الذي تم ودار من خلال الخطة، يعني هل قاعد تشعر في أنه المريخ يمضي برضو نحو رؤية جديدة وملامح جديدة، خاصة بعد الإشكالات الكبيرة اللي صاحبت مسألة الجهاز الفني؟ نعم، يمكن حتى يعني يمكن حتى هذا الاجتماع تم بالأمس وكان فيه قرارات إيجابية وقرارات جيدة، لكن في النهاية في انقسام كبير في الشارع المريخي حول مجلس الإدارة، حول المكتب التنفيذي بشخص ممثل في مدثر خيري، المشاكل الكبيرة صاحبت المريخ في الأيام الماضية، خلينا نقول انقسام كبير جدا على مستوى الأقطاب المريخية، على مستوى الشخصيات الكبيرة، حتى على مستوى المجلس بالداخل. الآن المجلس خلينا نقول شبه كان يعني منهار في فترة من الفترات، الآن يمكن بحاول الجميع بلملم في أطراف هذا المجلس على الأقل يعني إجازة، يعني خلينا إجازة النظام الأساسي، أو خلينا نقول لفقط يعني إنهاء الدوري أو إنهاء الموسم بسلام، بعد ذلك يكون في رؤية أخرى لمجلس إدارة نادي المريخ. نعم عيدروس، يمكن فريق المريخ الآن يعقد ورشة لتعديلات النظام
الأساسي، بداية الشروع في عقد الورشة؟ نعم، هي من الأشياء اللي تحدثت فيها قبل قليل، أنه يعني يمكن المشاكل أو جل المشاكل الآن بتحدث في نادي المريخ هي عدم الاستقرار والانقسام الكبير في المجلس من شرعيته. هذه الأشياء كلها يمكن يكون من الأسباب اللي يمكن جعلت نادي المريخ يعاني في الفترة الماضية. الآن النادي أو خلينا نقول المجلس لابد من إجازة، بدء إجازة النظام الأساسي إلى نادي المريخ. هذا النظام اللي يمكن عانت منه الأندية الكبيرة هلال المريخ الآن، يعني الناديين يعني لم يتم إجازة النظام الأساسي حتى الفترة الزمنية اللي منحها مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للناديين يمكن انتهت. والآن المجلس خلينا نقول بدأ فعليا وشرع في الورشة وإجازة النظام الأساسي بشكل نهائي في نادي المريخ. ده كان حديث عن المريخ. نعم صحيح. ويمكن برضو بحديث آخر، يعني في إطار هذا، في إطار الرياضة، حمودة بشير هو يعني ربما يعلن أنه مدرب عام للأهلي شندي، أو تم إعلانه مدرب عام الأهلي شندي. نعم تقريبا هو هي تم الإعلان عنها في غضون الساعات الماضية تقريبا، أنه لأول مرة حمودة بشير يمكن يكون يجلس في هذه في هذا المنصب. هو لاعب الأهلي شندي السابق ولاعب المريخ الأسبق والهلال أيضا. حمودة يملك يمكن يكون قيمة فنية كبيرة، الكل يعرف الخبرة التي يمتلكها حمودة بشير، احترام داخل الملعب وخارجه، يملك رؤية جيدة جدا. لم يسبق له أن عمل في الأجهزة الفنية، يمكن يكون هو يدوب من اللاعبين اللي يمكن يكون عديدة بحجم الاهلي شندي، ممكن ان يعطي هذا الـ 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 يمكن هذا يعني الشخصيه تعطيه يعني يمكن خبره، تعطيه يمكن يكون دفعه معنويه كبيره انه ممكن يحقق نجاحات على مستوى التدريب وحتى مع فريق الاهلي شندي، لانه نعرف انه هو كان لاعب سائق بالاهلي شندي في الفتره الاخيره. خلينا نختم محمد عبد الرحمن عيدروس، نختم بالهرم الكروي الكبير. المنتخب الوطني بالامس طبعا اجرى تدريب صباح، يعني نعم المنتخب الوطني بالامس يمكن يكون فضل المعسكر الاعدادي والتحضيري للاستعداد لمواجهتي قانا في شهر 11 من هذا العام. يمكن بالامس شفنا التدريب او خلينا نقول الحصه الختاميه كانت بمباراه داخليه بين المنتخب، مباراه كانت قوية يعني أكدت وبالأمس وقف عليها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، إذا كان هيرود إذا كان المدرب العام خالد بخيت، وقفوا على جاهزية اللاعبين، لأنه يمكن يكون سيكون هناك تحضير آخر أو خلي تجمع آخر يوم 19 من الشهر الحالي لاستعداد للسفر لتشاد يوم 20 من نفس الشهر أيضا لمواجهة تشاد، أيضا مباراتين ودية برضو ستمنح المنتخب الجاهزية المثالية وستمنح المنتخب أيضا أفضلية جيدة جدا، لأنه خلينا نقول دائما المباريات الودية مع المنتخبات بتمنح الجاهزية الجيدة. بالأمس الجهاز الفني وقف على الاستعداد وجاهزية اللاعبين إذا كان على المستوى الفني والبدني، لأنه الآن يمكن تقريبا أكثر من 29 لاعب أو 27 لاعب في المنتخب، سيتم تقليص هذا العدد إلى 23، سيتم هم اللي حيلعبوا خلينا نقول مواجهتي تشاد الوديتين بعد ذاك يمكن للتجهيز لمباراة قانا. لكن في النهاية المنتخب الوطني خلينا نقول التحضيرات الماضية في يعني يمكن يكون برغم من توقف الدوري ممتاز، هذا يحسب لي الإدارة القائمة أو الواقف على المنتخب الوطني، لأنه في النهاية بدون نشاط بدون أي حاجة في النهاية المنتخب كان بواصف تحضيراته ودي من الأشياء الجميلة واللي هتساهم في رفع جاهزية المنتخب. نعم شاكرين ومقدرين لك زميلنا الصحفي والمحلل الرياضي عبد الرحمن عيدروس، يتواف كان حول الصحافة الرياضية أو الرياضة هذا الصباح. شكرا جزيلا، يمكن انتهت حلقة اليوم من صباح الشروق. نعم شكرا جزيلا عبد الرحمن عيدروس، إن شاء الله يعني نتمنى أنه يأتي الدور الممتاز على ما يشتهي أهله الرياضة، وكذلك نرى مستويات كبيرة جدا للفرق المختلفة. ده كان صباحنا أيها الأحباب، ودي كانت فقراتنا المتعددة والمتنوعة. طبعا سعدنا بمتابعتكم لنا، تحياتنا وتحايا الفريق العام، تحايا الفريق العام تكون لامست كثير من أو كثير من القضايا والواقع المعيش. شكرا جزيلا، شكرا لنا، شكرا عزيزي المشاهد، تحية واحترام ومع السلامة.